انتقل الآن إلى الخيار الثاني، وهو خيار شراء مشروع قائم أو شركة قائمة أو محل تجاري قائم أو مؤسسة قائمة تعمل من فترة ولها اسمها في السوق مثلا. يحتوي هذا الخيار على مجموعة من نقاط القوة، من أهمها عدم الحاجة إلى إجراء تراخيص جديدة. المؤسسة أو الشركة أو المحل التجاري يعمل على أرض الواقع. نقاط قوة هذا الخيار أيضا الاستفادة من كون المشروع قائم وله علامة تجارية ممكن تكون معروفة ومشهورة، وله عملاء وله موردين وله موظفين، فهذا يختصر الكثير من الوقت. يمكن الاستفادة من مال المشروع من خبرات عملية، يمكن الاستفادة من كون المشروع مستمرا ويعمل دون التوقف، ومن ثم هذا يعني أن إيراداته ستكون مستمرة ويمكن تنميتها. يمكن الاستفادة من الصورة الذهنية والسمعة الحسنة عند المشروع إن وجدت، إذا أحسن رائد الأعمال اختيار هذا المشروع أو هذه المؤسسة أو الشركة، وكذلك أحسن توظيفها واستثمارها وتطوير هذه السمعة. يوجد أيضا نقاط ضعف لهذا الخيار. من أهم هذه النقاط أنه قد يتم عدم الإفصاح عن الأسباب والخفايا الكامنة وراء بيع هذا المشروع أو الشركة أو المؤسسة، والتي قد تكون غير إيجابية في بعض الأحيان وغير مرضية. أيضا من نقاط الضعف أنه قد لا يتوافق المشروع بدرجة كبيرة مع تصوراتك وطموحاتك للمشروع المستقبلي. قد يكون أيضا موقع المشروع غير ملائم لظروفك وتوجهاتك، فقد تكون تعيش في مدينة معينة وعرض عليك شراء مشروع في مدينة أخرى. قد تكون تكلفة الشراء مرتفعة لأن السعر الذي سيطلبه البائع سيتضمن حق الملكية والشهرة وقيمة الأصول الملموسة والغير ملموسة وإلى آخره. وأخيرا قد لا تتوفر في المشروع الخصائص والمقومات التي تبحث عنها.